المرحلة اللي احنا موجودين فيها مرحلة صعبة جدا، وانا مش عايز اقول كلام كتير، اكيد انتم متابعين كل شيء، واحنا بنبذل جهد كبير جدا جدا لاحتواء التصعيد اللي موجود والاقتتال اللي موجود، وبنحاول نصل الى وقف الاقتتال وايضا التخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واتصالاتنا لا تنتهي. احنا بنكلم الجميع، القادة والمسؤولين، وهم كمان بيكلمونا، الكل مهتم، واحنا حريصين على ان احنا المساعدات سواء كانت طبية او انسانية في الوقت الصعب ده تصل إلى القطاع. أنا بقول كده للناس كلها عشان في الفترة اللي احنا موجودين فيها ديت بيتردد كلام كتير وبيبقى فيه شائعات وفيه مغرضين، فأنا حبيت بس أكد لكم إن احنا مش ساكتين وبنتحرك مع أشقائنا قادة الدول العربية وأيضا مع أصدقائنا وحلفائنا من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع. مش عايزين زي يمكن ما تقال يعني العاطفة، طبعا طبعا نحن متعاطفين، لكن خلي بالكم عايزين واحنا بنتعاطف نكون دايما بنتعامل يعني برضو بعقولنا عشان نصل إلى يعني إلى السلام وإلى الأمان بشكل يعني لا يكلفنا الكثير، لا يكلفنا الكثير. ده مش معناه ان احنا مش عايزين نتكلف، لا، احنا بنقول احنا مستعدين نتكلف في اطار قدراتنا وفي اطار امكانياتنا، واحنا لم نسبب مشكلة لحد، بل بالعكس احنا بنتكلم وعندنا 9 مليون من الضيوف، انا زي ما بقول من دول كتير قوي جم هنا مصر عشان الامن والامان والسلم والسلام. لكن بالنسبه للقطاع انا بقول ان الخطوره هناك خطوره كبيره قوي، لانها تعني تصفيه القضيه ديت، تصفيه القضيه ديت. فمهم قوي ان احنا نبقى منتبهين لده. انا قلت الاول الرقم والناس اللي موجوده واللي احنا استقبلناهم عندما كان الامر يتعلق بمشاكل يعني امنيه في بلاد هؤلاء الضيوف يعني، انما الامر هناك مختلف. القضيه دي قضيه القضايا وقضيه العرب كلها، ومهم ان شعبها يفضل صامد ومتواجد على أرضه، وإحنا هنبذل أقصى جهد. عشان نخفف عنه.